ومرتضى من بغداد. هلا يا مرتضى. السلام عليكم. عليكم السلام. انا مرتضى 29/11/1987. وشنو سؤالك يا مرتضى؟ انا بطل بعرف حظي وبرجي. حظك وبرجك بشكل عام. رزق عندك بس بالنهاية مو هسه، نهاية السنة إن شاء الله. أجابك أكثر تفاصيل مرتضى. مرتضى من بغداد 29/11/1987. ويسأل عن الحظ، ويسأل عن البرج، ويسأل عن الرزق. الرزق حلو، الرزق حلو، والأوقات اللي ما بين 8 أكتوبر إلى 4/11 راح تجيك فرص حلوة يا مرتضى، استخدمها واستغلها لأنه قد ما تتكرر. وعندك فترة أخرى من 3/6 إلى 27/6 أيضا استغلها لأنه قد لا تتكرر أيضا. عن الحظ، أنت من الأشخاص اللي تخاف من المستقبل، مشكلتك تخاف من المستقبل وحذر من الناس المحيطين بالنسبة لك. يا مرتضى ماكو داعي للخوف وماكو داعي للحذر، بالعكس برجك من الأبراج المحبوبة والمقبولة من قبل الآخرين، وتنجح أكثر ما تكون بالأمور الدبلوماسية. أنت شخص مو عدواني ولا تميل الى العراك والشجار، تميل دائما الى حل مشاكلك بطرق دبلوماسيه هادئه. لا محبوب، حاول ان تتفائل، تفائل لانه عندك القوس ينطيك نوع من التفاؤل. لا تخلي البرج الصيني هو اللي يطغي عليك، ارفع من نسبه القوس عندك، هذه النسبه الموجوده قد تكون غائبه بالوقت الحالي. هذا راح ترفع من معنوياتك وتخليك قادر على تحمل كثير من الامور او مواجهه كثير من الامور بالحياه بتفاؤل. وكن على ثقه، هذه السنه جيده بالاخص على التحولات الماليه، وبنهايه السنه وبالاخص في شهر اكتوبر راح تكون جيده، والشهر السادس ايضا جيده.